أكدت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أن جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية التي أنشئت بأمر ملكي عام 2004 باتت إحدى الأدوات الأساسية التي يعمل من خلالها المجلس الأعلى للمرأة على ترجمة الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى بخصوص المرأة إلى برامج وممارسات أصبحت في صميم عمل مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة. أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله خلال رعاية سموها حفل الإعلان عن نتائج الدورة الخامسة من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة. أعربت سموها عن ارتياحها للنتائج والمخرجات التي حققتها الجائزة على مختلف الأصعدة، مؤكدة سموها أن هذه الجائزة تمكنت خلال دوراتها الخمسة المتتالية من تكريس معايير نوعية كفيلة بتعزيز حضور المرأة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، خاصة بعد أن لمست المؤسسات المشاركة في الجائزة مدى الفائدة التي تجنيها جراء تطبيق تلك المعايير وانعكاس ذلك إيجابيا على الأداء والإنتاجية والمرأة ذاتها والمجتمع ككل. وأشادت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالجهود الطيبة التي بذلتها لجنة الجائزة واللجنة الاستشارية الدولية للجائزة وما أسهمت به من اقتراحات وممارسات وتطبيقات أسهمت في تجويد مخرجات هذه الجائزة والوصول بها إلى الغايات المنشودة. وفي الإطار ذاته أشادت سموها بالاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به جائزة سموها لتمكين المرأة من قبل جهات القطاعين العام والخاص، معربة عن تهنئتها للجهات الفائزة بجائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية في دورتها الخامسة وهي وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ومجلس التنمية الاقتصادية من القطاع العام وبنك البحرين والكويت وشركة مطار البحرين وشركة نفط البحرين بابكو من القطاع الخاص. عقب ذلك تفضلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بجولة في المعرض المصاحب لفعالية الإعلان عن نتائج الدورة الخامسة لجائزة سموها لتمكين المرأة، مطلعة سموها على جانب من الممارسات المتميزة في تمكين المرأة المطبقة في عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص. سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس قد ألقت كلمة خلال حفل الإعلان عن نتائج الدورة الخامسة من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة. أكدت خلالها أن التوجيهات الدقيقة والإشراف المباشر من قبل صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على كافة تفاصيل الجائزة وجوانب تطويرها منذ انطلاقتها الأولى وحتى اليوم قد جعل من هذه المبادرة الوطنية قصة نجاح وصل صيتها، وبكل فخر للمجتمع الدولي الذي لم يتردد بدوره بتبني مفرداتها كنموذج متميز في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي. وأشارت الأنصاري إلى أن هذه الجائزة هي الأولى من نوعها في مجال اختصاصها وطبيعة أهدافها، ليس فقط من منطلق كونها منصة تشجيع واحتفاء بالإنجازات، بل لكونها آلية علمية تهدف إلى تحقيق أثر واقعي على صعيد رفع مستويات تنافسية المرأة البحرينية كقوة إنتاج وبناء، من خلال نشرها لثقافة تكافؤ الفرص وتشجيعها لتبني منهجيات تستدعم التقدم المتوازن للمرأة البحرينية في سوق العمل وبما يرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني. ومن الممارسات الإيجابية التي رصدها المجلس الأعلى للمرأة في عدد من الجهات الفائزة بجائزة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة لتمكين المرأة البحرينية إدماج ومراعاة احتياجات المرأة والأسرة في تصميم مبنى المطار الجديد، حيث تعمل شركة مطار البحرين على فتح مسار سريع للأمهات وتخصيص زاوية للأطفال وزاوية لعربات الأطفال. وفي شركة نفط البحرين بابكو جرى السماح للمرأة البحرينية غير المتزوجة من الاستفادة من برنامج تملك المنازل التابع للشركة.
أما في وزارة الصحة فقد جرى فتح المجال للمرأة التي تعاني من ظروف أسرية خاصة للاستفادة من الخدمات الصحية القريبة من موقع عملها أو إقامتها المؤقتة، وجرى أيضا السماح للأم المقيمة بالمستشفى من رعاية طفلها الرضيع طيلة فترة تواجدها، مع توفير مستلزمات الرعاية اللازمة والمحافظة على سلامة وصحة الطفل. وفي مجلس التنمية الاقتصادية جرى منح إجازة أبوة لثلاثة أيام للأب بدل يوم واحد بحسب النظام المعمول به في أغلب مؤسسات الدولة. تمكين المرأة البحرينية وإدماجها في مسيرة التنمية الشاملة جاء بناء على مبادئ تكافؤ الفرص المراعية لاحتياجات المرأة والرجل على حد سواء. فالمجلس الأعلى للمرأة وضع تمكين المرأة في قمة أولوياته ووجد شراكة وبيئة تحتية لتحقيق هذا الهدف. لقد ارتفع معدل مشاركة مؤسسات القطاع العام ليبلغ 35%، بينما معدل الزيادة على مشاركة مؤسسات القطاع الخاص 81%، وتتوازى هذه الزيادة مع ارتفاع نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع العام، حيث ارتفعت نسبة العاملات في القطاع من 47% في عام 2012 إلى 49% في عام 2016، وزادت نسبة المرأة في المناصب التنفيذية في ذات الفترة من 32% إلى 39%. أما في القطاع الخاص فقد بلغت نسبة العاملات 33% في عام 2016، بينما زادت نسبة تقلد المرأة للمناصب الإدارية والإشرافية من 31% في عام 2012 إلى 33% في العام 2016. أما على صعيد الممارسات النوعية الإيجابية فقد رصدنا بشكل عام توجه وقيام عدد من الجهات بتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية خاصة تدعم وصول المرأة للمناصب القيادية. تمت إتاحة عدد من الفرص أو الوظائف النوعية التي لم تكن متاحة أمام المرأة في فترات سابقة، على سبيل المثال في المجالات الطبية والهندسية والعسكرية. اليوم تم الاحتفال بنجاح تمكين المرأة البحرينية بعد تكاتف كافة الجهود لإنجاحها في تحقيق إنجازاتها في التنمية، وتم تتويج هذا النجاح بالفوز بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية. بذلنا جهد كبير أن نمكن الشباب البحريني، الشباب والشابات في تطوير المطار، وللأمانة اليوم عندنا شابات موجودين في مختلف القطاعات الهندسية، تقنية المعلومات، العمليات، يقومون بدور كبير اليوم في تنفيذ المشروع، عشان إن شاء الله في المستقبل بيقومون أيضا بدور في تشغيل المطار. اليوم نسبتهم جدا كبيرة، وأعتقد هذا البرنامج نجح بشكل باهر. هذه الجائزة تعني الكثير، وخاصة أن هذه أول مرة تحصل عليها وزارة الصحة بعد في دورتها الخامسة من هذه الجائزة، فبالتأكيد راح يكون لنا دافع قوي للاستمرار في تقديم كل ما يحقق أهداف تمكين المرأة، وخاصة في إطار تكافؤ الفرص في وزارة الصحة. نشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على هذه المبادرة اللي حقيقة شجعت القطاع الخاص والقطاع الحكومي على تمكين المرأة وعلى الاهتمام أكثر بالمرأة، سواء بتقليدها المناصب القيادية أو أيضا بتوفير لها فرص التدريب. فالحصول على هذه الجائزة أكيد شيء يعني يخلي الواحد يشعر بالاعتزاز، لأن هاي جائزة كبيرة، وإحنا طبعا حصولنا عليها ما أتى من فراغ، يعني أتى من تخطيط حق الفوز بهذه الجائزة امتد لعدة سنوات. بابكو تأهلت أساسا لمشروع محدد، وهو تمكين المرأة من الحصول على القروض والتسهيلات الإسكانية، سواء كانت المرأة عازبة أو متزوجة. فوز بذي الجائزة يعد حافز جدا قوي لأي مؤسسة اليوم في البحرين اللي تستلهم كثير من برامجها من رؤية صاحبة السمو ومن العمل الدؤوب اللي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة. طبعا احنا بذلنا جهد كبير متواصل من الدورة الماضية في المشاركة لإيماننا القوي بأهمية مساهمة المرأة، مو بس في قطاع الطيران ولكن في المساهمة في الاقتصاد الوطني والعمل الوطني.
نتائج هذه الدورة من الجائزة تعتبر دليلا واضحا على أن المجتمع اليوم أصبح يقدر عاليا جهود المرأة البحرينية ويؤمن أنها شريك مهم في التنمية المستدامة. الأرقام التي تم رصدها اليوم تؤكد أن تمكين المرأة البحرينية لم يعد تقليديا، وأن المرأة أصبح جزءا أساسيا في التنمية، وهذا بفضل دعم سيدة البحرين الأولى. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.